بسم الله الرحمن الرحيم. دي اشهر رساله من رسائل الخطا لما تيجي تسطب اي برنامج من برامج اوتوديسك. كوميونيكيشن فيلر دي عباره عن ايه؟ الموضوع ببساطه ان انت لما بتيجي تنزل ملف اللي انت عايز تسطبه، مثلا اوتوكاد او ريفيت او مايا او سي دي ماكس او برامج تسطب كتير، بيديك اختيارين، يقول لك انستول ناو او داونلود ناو. غالبا بيديك انستول ناو بس، تمام؟ بس في بعض البرامج بيديك داونلود ناو. انستول ناو بينزل لك ملف مساحته 1 2 ميجا مثلا، تمام؟ بتدوس عليه مرتين بيبدأ يحمل الملفات اللي هيستعين بيها في التسطيب. داونلود ناو بيروح منزل لك الملف كله 7 جيجا، بيسطب من غير رسالة الخطأ دي خالص. انستول ناو بقى هي اللي بيجيبها معاها رسالة الخطأ ديت، بيقول لك كوميونيكيشن فايلر. دي ليه؟ هو بيبقى مديك اصلا لينك مؤقت، لينك مدته مثلا بيقعد دقيقة، فلازم اول ما الملف ينزل تبدا التسطيب. ساعات اصلا على ما الملف بينزل، الملف الصغير اللي هو 2 ميجا او 5 ميجا، على ما ينزل يكون الوصل خلصت، فيقول لك لا خلاص الوصله دي خلصت، نزل واحد تاني. طب الحل انه اول ما ينزل في ثانيه تلحق وتقول له سطب. طب لو انا عندي النت بطيء ونزل في فتره اطول، خلاص ما دام عندك النت بطيء، في جارك رخم شويه بس ممكن عنده نت اسرع، تروح تحمل من عنده البرنامج، او تحمل في طرق اخرى للتسطيب من اوتوديسك. عملنا له فيديو، هتلاقي الفيديو وهتلاقي الروابط كلها اسفل الفيديو دوت في الديسكريبشن. في كذا طريقه ان انت تسطب او تعمل داونلود، زي مثلا طرق بديله او موقع بديله كلها تبع اوتوديسك، مفيش حاجه فيها مضروبه، مفيش حاجه فيها مكركه. فيرشوال اجنت مثلا ده بيديك روابط، ومستو ان هو بيديك الروابط 32 و64، وبيديك 2017 و2016 و2015 و2014 الاصدارات السابقه. فانت هتدور على اي لينك من اللينكات ديت وتبدا تسطب الحاجه اللي انت عايزها. انا افضل ان انت تسطب الحاجات اللي هي من ستودنت، لان الميزه فيها ان هي بتبقى 3 سنين من غير ما توجع دماغك بموضوع الكراك والباسورد والحاجات دي كلها. وربنا يوفقكم جميعا.